يعني النهارده لما بيجي نتكلم على ملف التعامل مع الشركاء الدوليين او شركاء مصر الدوليين في تحديدا في ملف التنميه، هل نقدر نقول انه لعب دور مهم في يعني هذا التعاون او هذا الملف لعب دور مهم جدا في مواجهه الاثار الجانبيه لفيروس كورونا؟ طبعا النهارده عندك انت الفتره اللي فاتت لو خدت بالك مواردك الفتره اللي فاتت من ساعه مارس 2020 حتى نهايه السنه الماليه تاثرت بشكل كبير جدا مش على مصر، على كل العالم. طب النهارده انا محتاج اجيب فلوس، محتاج اجيب تمويل عشان امول استكمل بقيه الانشطه اللي بداتها. في مثلا مشروعات بنيه اساسيه كتير انا كنت بدات فيها وعايز اكملها، مشروعات اسكان عندي، مشروعات طرق ومشروعات مرافق عندي، حاجات خاصه برفع مستوى المواطن مثلا عندك القرى الاكثر احتياجا. صحيح. في ملف ده ملف كبير جدا، عشان كده عندك حاجه اسمها برنامج تنميه الصعيد، ليه مبلغ مخصص ليه حوالي مليار دولار. خدت بال حضرتك في جزء 50% يعني 50% من الحكومه 50% من البنك الدولي. صحيح. ده موجه مثلا لقنا وسوهاج وبعض المناطق الاخرى الاكثر احتياجا. ده مركز مثلا على البنيه، مشروعات البنيه الاساسيه من ناحيه. نيجي مثلا مشروعات مثلا متعلقه برفع الكفاءات والقدرات. زي هيئه المعونه الامريكيه، ما عندك زي مثلا هيئه المعونه الكنديه. احنا بنتكلم هنا هي الشركاء. صحيح. بتتكلم مع شركاء. احنا بنتكلم هنا على 12 قطاع منهم الاسكان الاجتماعي، شبكات المياه والصرف الصحي، النقل والمواصلات، المراه، التعليم، الصحه وغيرهم. ازاي ده يعني من كلام حضرتك برضو ازاي ده بيساعد الحكومه على انها تواصل عمليه التنميه وتحديدا برضو في مواجهه فيروس كورونا؟ احنا شفنا معدلات البطاله انخفضت في مصر، وصلت لمعدلات قياسيه على مدار سنوات طويله جدا، فكون ان مصر بتحصل على تمويل للتشغيل فده امر مهم جدا. خلينا مثلا نتيجه الانفاق على المجالات التهم المواطن وتحسين المعيشه، النهارده نسب الفقر لو خدت بالك في اخر احصائيات للحكومه المصريه انخفضت في المناطق الريفيه في الصعيد الى 48%. وفي المناطق الريفيه في شمال مصر والدلتا والمناطق اللي في شمال مصر انخفضت الى 25%. ده في حد ذاته انجاز. ليه؟ النهارده لما بنفق انا كل برامج التمويليه دي على برامج تنمويه في تحسن في مستوى عيش المواطن. لما النهارده احسن البنيه الاساسيه، احسن الصرف الصحي والميه، واحسن الكهرباء، واحسن الطرق، واحسن حاجات كتير زي كده، ما ده هينعكس على حياه المواطنين. بخلق فرص عمل. النهارده اللي مخلي مثلا معدلات النمو النهارده محافظه على انها توصل 3.6%، سببها ايه؟ مشروعات الحكومه من ناحيه، خدت بالك؟ الانفاق الاستهلاكي للناس من ناحيه اخرى. النهارده انا عندي الحكومه بتحاول تحافظ على مستويات نمو مرتفعه عشان تضمن معدلات تشغيل اعلى، فبالتالي تخلق فرص عمل اكثر. فعشان كده النهارده حتى في تنفيذ هذه المشروعات الحكومه مش بتنفذها لوحدها، بتنفذها مع القطاع الخاص، بتنفذها مع مؤسسات المجتمع المدني، فبتنزل على ارض الواقع للصعيد والدول والقرى الاكثر فقرا بتقعد تشتغل. يعني التاثير بيوصل للمواطن على ارض الواقع. طبعا هديك مثال مثلا من مارس 2019 هقول من السنه اللي فاتت لغايه النهارده في تركيز كبير على القرى الاكثر احتياجا. بيحصل ازاي بيحصل القرى دي؟ لا، بتنزل فرق على ارض الواقع لهذه القرى، بتقابل العمد ورؤساء القرى والمواطنين، تحصر الاحتياجات الرئيسيه وبعد كده تطلع بيها لفوق. بعد كده يتم توجيه التمويل لهذه الاحتياجات، فبدا المواطن يشارك من تحت حتى في تحديد الاولويات من ناحيه ثانيه، عشان كده بيحس بيها. وهدي مثال مثلا في بني سويف عندك حصل نفس الكلام ده، وصلت لمرحله المواطنين بقى يشاركوا الحكومه في المشروعات بنسبه 50-50 تنفيذ بعض المشروعات. صحيح. ازاي ممكن يعني هذه التمويلات تساعد في او تخدم اهداف التنميه المستدامه؟ بلا شك ما تقدرش تعمل اي برنامج تنموي من غير ما يبقى له بادجت، ميزانيه. الميزانيه تيجي من حاجتين، من ميزانيه الدوله من جزء، او بتمويلات خارجه، او بتمويلات مؤسسات دوليه موجهه لهذه الانشطه. فانت النهارده قدرتك كحكومه من خلال وزاره التعاون الدولي واللي عامله مجهود كبير جدا الفتره اللي فاتت، انها بتقدر عندها قدره تفاوضيه جيده انها تجيب تمويلات بتكلفه منخفضه في مجالات تنمويه محدده تحتاجها الدوله في ضوء رؤيه 2030. فالنهارده انا يبقى عندي القدره دي اوجه هذه التمويلات لمجالات يحتاجها المواطن، تحتاجها الدوله على ارض الواقع. تمام. صحيح. ده بالنسبه لي نجاح لي، لان انا محتاج استمر على هذا المنوال واكمل. فطول ما انا ماشي بالطريقه دي المواطن شغال معايا من تحت بيساعدني في تحديد الاولويات، وفي نفس الوقت انا بوجه التمويلات دي ليهم. فالعمليه التشاركيه بقت ما بين من تحت لفوق ومن فوق لتحت. طيب يعني